السلام عليكم جعفر. خلينا نتكلم شوي عن الضجة الكبيرة اللي صارت من انتهى اليورو، واللي هي تسريبات فلورنتينو بيريز، اللي كل يوم نشوف تصريح من الشايب يقصف فيه اسطورة من اساطير الريال، كل يوم كلام جارح في حق واحد من اساطير الملكي، كل يوم نوعية تصاريح حتى جديدة ومختلفة. خلينا على السريع نشوف ايش الموضوع، ايش القصة هالتصاريح، وايش بعد مصدر هذه التصاريح، وايش ممكن تأثيرها، ولازم في النهاية راح اعبر شوية عن رأيي الشخصي في الموضوع. اول شيء خلينا نبدأ بالاساسيات ونعرف الشخصيات او الجهات المرتبطة بهذا الموضوع. اول شيء عندنا رئيس نادي ريال مدريد الحالي اللي هو السيد فلورنتينو بيريز، واللي صار له في رئاسة ريال مدريد من صيف سنة 2000 باستثناء 3 سنوات من 2006 ل 2009. بعد عندنا صحيفة الكونفيدنشال واللي هي الصحيفة اللي جالسة حاليا تنشر كل هذه التسريبات، وبعد عندنا الصحفي الاخاندرو رودريخو اللي شغال في الكونفيدنشال وهو اللي قاعد ينشر كل هذه المواضيع. في يوم 13 جولاي يعني بعد يوم بس من نهاية كأس اوروبا بدأت صحيفة الكونفيدنشال بنشر تسجيلات صوتية للرئيس بيريز تعود الى تاريخ 11 سبتمبر من سنة 2006، وفي هذا التسجيل بيريز ينتقد حارس الريال ومهاجم الريال وقتها اللي هم إيكر كاسياس وراؤول غونزاليز. بيريز كان يقول ان كاسياس مو حارس اسطوري للريال، وان فاشل، وان كاسياس احد اكبر الحيل، وبعد راؤول من الحيل، وسماهم بالمحتالان العظيمان في ريال مدريد. هذه كانت بداية عاصفة الاخبار والتسريبات. بعدها توالت تسريبات، وكانت كل يوم مثلا تسريبات تركز على لاعبين معينين او فئة معينة. يعني اليوم الاول كان عن راؤول وكاسياس. انا ما راح اطولها واذكر نص كل التسريبات اللي شفناها، لكن بأذكر لكم بعضها. يعني زي كلام بيريز اللي يقول ان راؤول يشوف نفسه مالك النادي، وان احد اهم اسباب رحيل بيريز عن رئاسة مدريد في 2006 كان هو راؤول، وقال عنه انه طفل يدمر مدريد، وان لاعب يكسب الكثير من الاموال لكن لا يشعر بالامتنان. هذا كله عن راؤول الكلام. وفي نفس السياق تسريبات لبيريز تحدث فيها عن كيف ان بيكهام يدخل 30 مليون يورو سنويا للفريق واكثر من اي لاعب ثاني، وان راؤول ما يساوي شيء ولا يبيع اي قميص، وقيمته الاعلانيه سيئه جدا. ونفس الشيء وصف كاسياس انه طفل واناني للغايه، وان قصير القامة، وانه ما يشوف كويس، وانه يسرب الخطط المدرب لصديقته. حتى ذكر في التسريب انه كان يبغى يتخلى عن كاسياس ويشتري بوفون من اليوفي. بعدين طلعت تسريبات اللي عن اسطورة الريال كريستيانو رونالدو، تسريبات من سنة 2012 لما قال لكريستيانو انه حزين. في التسريب يقول بيريز هذا احمق، يقصد الدون، يعني رجل مريض، تعتقد انه يعني شخص طبيعي بس ما هو طبيعي، يعني لو ما هو مريض ليش يسوي كل هذه الاشياء قدام العالم كله. ويكمل بيريز ان اللاعبين الصغار اللي يمتلكوا غرور كبير وكثير من الأموال، وأن كريستيانو يظهر وقاحة كبيرة يكرهها الجميع. بعدين انقلبت الموجة إلى المدرب في سانتي ديل بوسكي، وتسريبات من سنة 2006 يقول عن ديل بوسكي إنه مدرب سيء وما في أي فريق يعرض عليه أي وظيفة. قال عن ديل بوسكي إنه ما هو مدرب، يقولها كذا ديل بوسكي مدرب. هذه أكبر كذبة سمعتها، يمكن ما يفهم في التدريب وما يعرف يوجه اللاعبين. هذا طبعا كله كلام بيريز، ويقول إنه ما يفهم في أي تكتيك. ويزيد بعد بيريز إنه لما وصل فيجو للفريق وبتواجد راؤول وهيرو وفيجو صاروا هذول الثلاثي كانوا هم اللي ماسكين الفريق، وديل بوسكي ما كان له أي داعي في التدريب. في تسريب بعد عن فترة الجلاكتيكوس ان الفريق تعب بسبب غرفة الملابس، ويقول بريز ان زيدان كان الافضل، اما فيجو وراؤول كانوا الاسوأ. في بعد شوية كلام عن جوتي وروبرتو كارلوس، هذا غير التسريبات اللي عن الصحف والاعلام وغيرها. وزي ما قلت انا ما ابغى اطولها واقرا كل التسريبات لانها صراحة كثيرة، واتوقع ان يعني انا ذكرت بعض اهمها. لكن المهم جدا في الموضوع ان امس الصحفي اليخاندرو رودريخو نفسه اللي قاعد ينشر كل هذه التسريبات غرد وقال خلاص انتهينا من التسريبات، والان الناس والاعضاء بتعرف حقيقة بريز، الصحيفة نفسهم راضين عن المحتوى اللي نشره. اوكي، خلال هذه الاربع ايام اللي نزلت فيها بعد كل هذه التسريبات طلع كلام ان صحيفه كونفيدنشال نفسها يعني اشترت هذه التسريبات كلها ب 6 مليون يورو. كان في بعد كلام كثير ان في تسجيلات قويه في مواضيع غير الرياضه زي مواضيع مثلا سياسيه بعد، بس ما شفنا هذه التسجيلات حتى الان. يعني ايضا بعد طلع كلام ان الصحفي اليخاندرو رودريخو طلب مبلغ 10 ملايين يورو عشان يتوقف عن نشر التسجيلات والمعلومات اللي فيها، لكن حسب الكلام يعني ريال مدريد ما يقبل بالابتزاز ابدا. اوكي خليني ابدا شوي انا افضفض شخصيا، يعني خليني اعبر عن ما في جعبتي شوي. التسجيلات هذه حقيقيه وما في شك في هذا، لكن لازم يتوضح انها تسجيلات في جلسه خاصه، يعني بدون علم او رضا الطرف المسجل. يعني هذا ما يعني ان بيريز مسكين وانه يعفي ان الكلام اللي قاله غلط او كلام جارح او انه حتى كلام مستفز يعني، ولكن لازم نعرف ان معظم الشخصيات لها كلام في الخاص وكلام اخر امام الاعلام. يعني الشيء الثاني ان هذه التسريبات مقصوصه، يعني ماخوذه من سياق حديث ممكن طويل. ارجع واقول هذا ما يعني ان بيريز مظلوم وان كلامه صح، بس معروف انه ممكن تقص جزء من الفيديو او تسجيل صوت وينشر على
عنا شيء اخر. اوكي، من الاخير بريس كلامه سيء جدا، وفيه تعالي، فيه استنقاص من اساطير للريال، وفيه كثير يعني، لكن حقيقه توقعت ان التسريبات تكون اشياء اقوى من كذا، اشياء مثلا تعصف ببريز اكثر، وحتى ممكن الدخله في محاكمات واشياء اكبر يعني. بعد التسريبات وان كانت جارحه وان كانت مستفزه عادي يكون فيها من الصحه يعني. التسريبات اللي عن كاسياس وصديقته ساره وكيف تسبب هذا الشيء بمشاكل لكل الفريق شفناه، او تصريح كريستيانو انه غير سعيد وما احتفل بعد تسجيل الهدف، او حتى ممكن الكلام عن راؤول في غرفه الملابس. اي انا شخصيا مو عاجبني الكلام، لانه يستنقص من لاعبين احبهم واحترمهم واعتبرهم اساطير للريال يعني. انا شخصيا اول لاعب عشقته في الريال هو راؤول واحبه بشكل كبير، ولكن خلينا واقعيين، جت فتره كان فيها راؤول عالي على الفريق وكان مستواه مره سيء. الكلام اللي طلع لبريز كانه كلام من خلينا نقول مجالس ميالس سوالف جلسات كوفي شوب، انت مع اصحابك تسولف بكل اريحيه، ممكن تسب تنتقد تسوي اشياء، ما هو اسلوب صحيح وما هو شيء حلو، لكن هذا الواقع وهذه الجلسات وهذه السوالف تكون كذا. ولا ننسى ان كلها تصريحات قديمه يعني، بعضها من 15 سنة حتى، بس ممكن هذا هو الوجه الآخر لبريز، إنه أمام الإعلام شخص وفي الخفاء شخص آخر، إنه يبكي لخروج كاسياس وراؤول يصفهم بالأفضل في الملكي أمام الإعلام، وفي الخفاء كان يسب فيهم على الطالع والنازل. هذا شيء ممكن فعلًا يكون هذا هو بريز، بس لو كان فعلًا هو دائمًا سيء في الخفاء، كان لاعبين عرفوا مثلًا بهذا الشيء من قبل. مثلًا ليش راؤول وجوتي يدربوا الفئات السنية في الريال؟ ليش راؤول الحين مدرب مثلًا الكاستية؟ وبعدها التصاريح ينزل صورة له وتغريده يعني إن الأمور طبيعية أوكي. أتوقع ممكن لأنهم يعرفون مثل هذه التصاريح وهذا الكلام موجود في الخفاء، وهذا شيء سابق وهم يضرب هذا الشيء، ممكن هذا شيء عادي في الوسط الرياضي يعني ممكن. عموما ما ابغى اطول اكثر، ولكن بغض النظر اذا كنت تحب بريز او لا، او تشوف بريز غلطان او لا، اتوقع لازم نشوف انه في حمله واضحه جدا ضد فلورنتينو بريز. موضوع ما يحتاج يعني مثلا علم فلك او شيء صعب عشان نحلل الموضوع ونربطه بمشروع السوبر الاوروبي اللي كان يتصدره فلورنتينو بريز. واضح جدا انه في حمله ضد بريز نفسه شخصا يعني، مع بريز عشان يطيح حبه شو سمعته، اثارت كل شيء سيء او غير ايجابي حول بريز، واضح يعني مشخصنينها مع المقاول، اشوفها واضح. بس اقول الحمد لله ان التصريحات وقفت هنا، لان انا شخصيا يهمني مدريد اكثر من اي شخصيه بريز او غيره، ما اتمنى يطول موضوع التسريبات واثر على الشيء هذا على اعداد الريال الموسم الجاي او على صفقات الريال هذا الصيف او حتى مستقبلا يعني. وبس هذا اللي عندنا اليوم، عطنا رايك على الموضوع تحت في التعليقات، شارك الفيديو مع المدريديستا او مثلا مهتمين بالموضوع، عطنا لايك اذا عجبك الفيديو او التغطيه نفسها، واذا مره يعني عجبك الفيديو او عجبك هذا الشيء اشترك اذا ما كنت مشترك في القناه. وبس كالعادة كنت معاكم أنا جعفر، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، يلا سلام.